أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 205 ملايين دولار ليسجل 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 46.736 مليار دولار في سبتمبر السابق له. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس وحدة تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج هيديكي أوكادا سبل تشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري. وخلال اللقاء أكد حسام هيبة على اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية. وتعمل مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار كصندوق استثمار متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية اليابانية بالخارج، خاصة في قطاعات النقل والتنمية الحضرية. التقى وزير البترول كريم بدوي مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيبي العالمية لشؤون الغاز وطاقة منخفضة الكربون ويليام لينا. شهد اللقاء بحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، وتم استعراض الأعمال الجارية للشركة لحفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز بالمرحلة الثانية من مشروع ريفن، بالإضافة إلى استعراض برنامج الحفر الاستكشافي الموسع للغاز في البحر المتوسط لحفر عدد من الآبار ومواصلة أنشطة المسح السيزامي للاستكشاف في مناطق امتيازها الجديدة، علاوة على التنسيق الجاري لزيادة العمليات في حقل أتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية. عقد وزير البترول كريم بدوي جلسة مباحثات مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم القيس. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك وبحث الرؤى المشتركة فيما يتعلق بدور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في ظل التوجهات العالمية للتحول الطاقي وأهمية التحول الطاقي العادل والتدريجي وفقا للظروف الاقتصادية لكل دولة. كما تم بحث التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات وتحليل لأوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 وذلك بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 31,045 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8,203 نقاط، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11,445 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فقد تراجعت أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، ويعتقد المستثمرون أن إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار حيث سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض تعريفات جمركية واتباع سياسات جديدة قد تزيد الضغط على اقتصاد الصين مما قد يضعف الطلب هناك.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.26% لتصل إلى 74.58 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13% إلى 71.18 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل إلى 2.28 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.73% لتسجل 2.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 7.62 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر. وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات المنتجات البترولية ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً على أساس أسبوعي، وهي أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 7 يونيو. وكان الرقم القياسي السابق لإجمالي الصادرات البترولية أيضا في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو عند 7.5 مليون برميل يومياً.